وللحديث عن انتهاكات الميليشيات في قضاء الحويجة واستمرار حالات التغييب القسري للسكان والتهجير، ينضم إلينا يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. أهلا بك سيد يحيى. بداية شيخ يحيى، كيف تصف لنا الأوضاع في قضاء الحويجة هذه الأثناء؟ هل من تغير بأوضاع السكان هناك في ظل استمرار نداءات الاستغاثة التي يصدرها الأهالي؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. ما يجري في الحويجة والقرى التي حولها لا يختلف عما يجري في ديالى وصلاح الدين وجرف الصخر وبعض مناطق الأنبار من السيطرة الميليشياوية التي تحاول إحداث التغيير الديمقراطي وتنفيذ الأجهزة الخارجية. لذلك ما يجري في الحويجة من عمليات تغييب قسري وانتهاك لحقوق الإنسان تمارسها هذه الميليشيات تحت أسماء كثيرة باسم الحشد الشعبي أو غيره، هذا يدل على أن المخطط واحد وأن المنهج الذي سارت عليه هذه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد الآن باستهداف العرب السنة وهو ماضي ضمن خطة طائفية تلتزم بها هذه الحكومات وضمن منهج محدد لتنفيذ أجندة خارجية بإحداث التغيير الديمغرافي والسيطرة على مقدرات هذه المناطق. سيد يحيى، لماذا باعتقادك هذا التركيز بالانتهاكات من قبل الميليشيات الموالية لإيران بحق المدنيين؟ العمليات العسكرية وضعت أوزارها منذ عام 2016 كما تعلم. الميليشيات تستفيد من السيطرة في هذه المناطق عبر ما يسمى بنقاط السيطرة، فهي تفرض الأتاوات على المواطنين ولا تجد لها رادع أو قانون أو أي جهة أخرى يمكن أن تقف بوجه ما تقوم به من هذه الأعمال. ولذلك فإن الميليشيات تحاول أن تفرض سيطرتها التامة وتقوم باعتقال كل من يخالف أوامرها. لذلك فما يجري في الحويجة أو حولها من هذه القرى من تهجير لأهلها وتغييب لأبنائهم وقتل لعدد منهم، كل ذلك يسير وفق منهج معين تسير عليه حكومات التمييز الطائفي منذ بداية الاحتلال ولحد هذه الساعة. في ظل هذه المأساة التي يمر بها المدنيون والمهجرون في قضاء الحويجة وما يطلق عليها المحافظات المنكوبة كما تعلم، لماذا باعتقادكم هذا الإصرار على مواصلة سياسة العقاب الجماعي بحق مدنيين لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب؟ هذه هي المناطق الساخنة كما تسمى، وهي فرض العقوبات على الجهة التي وقفت بوجه مشروع الاحتلال وبوجه التغول الإيراني في هذه المنطقة. لذلك فإن الحكومة تسعى لمعاقبة هذه الجهات أو هذه المدن التي وقفت الموقف المشرف بوجه هذه المشاريع التي تريد التمزيق للعراق وتريد القضاء على وجوده أيضا. لذلك فهي تستهدف هذا المكون الذي وقف بوجه هذه المخططات الدخيلة على شعبنا. نعم. باعتقادك شيخ يحيى، إلى أي مدى يعني ساهمت الأحزاب الموالية لإيران في هذا المشروع الممنهج ضد المدنيين في الحويجة والعديد من المناطق التي تتعرض لهجمات من قبل الميليشيات الموالية لإيران؟ الأحزاب التي جاءت في ظل الاحتلال هي لبست الثوب الطائفي لسواد وجهها لأنها ساهمت في عملية الاحتلال والتخريب. لذلك هي لا تستطيع إلا أن تلبس هذا الثوب أمام الجماهير، ولكن هذا الثوب أيضا قد سقط عنها وقد بان عورتها، وخصوصا بعد ثورة تشرين وتظاهرات الشباب سواء في المحافظات الجنوبية وفي بغداد وفي المناطق الأخرى. لذلك فهذه الأحزاب هي تعيش وتقتات على الورقة الطائفية وتقف إلى جانب
هذه المشاريع الدخيلة من أجل بقاء سيطرتها واستمرار مشروع فسادها في السيطرة على مقدرات العراق. نعم، في سؤالي الأخير إليك شيخ يحيى، ما المطلوب اليوم من أجل إنقاذ المدنيين في قضاء الحويجة؟ هناك الآلاف من المغيبين والنازحين في المخيمات كما تعلم، لا سيما البعثة الأممية في العراق، وأين دورها؟ ما المطلوب اليوم؟ في ظل غياب القانون وسيطرة هذه الميليشيات، فإن الجهات المجتمعية والعشائرية تناشد منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في العالم للوقوف على هذه المأساة الكبيرة التي يتعرض لها شعبنا، وعلى شعبنا أيضا الصبر ومقاومة هذه الإجراءات الميليشياوية التي تسعى إلى هلك الحرث والنسل والسيطرة على ثروات وإمكانات هذه المناطق وتسخيرها من أجل هذه الأعمال الخارجة عن القانون والتي تصب في مصلحة كل أعداء العراق وكل الأشرار في الأرض. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.